نحن سكان مدينة بئر العرش نحن المستفيدين من حصة السكنات التساهمية لمدة 8 سنوات طال انتظارنا، وفي الأخير لنتفاجأ أن سكنتنا حولت بغير حق إلى مدينة العلمة، وكل المستفيدين على مستوى مدينة بئر العرش أقصيت ملفاتهم، فأين حقوقنا؟ هذا هو مطلبنا الشرعي. احنا المستفيدين من سكنات تساهمية ننتظر بفارغ الصبر مدة 8 سنوات واحنا ننتظر في السكنات التساهمية تاعنا، وفي الأخير حولت إلى مدينة العلمة بغير حق. ما محلنا من الإعراب؟ احنا عندنا مطالب مشروعة، رانا مستفيدين من السكن التساهمي هذا من أكتوبر 2010 إلى يومنا هذا. واحد يقول لك وشني سبب السكوت تاعكم هذا؟ سبب السكوت تاعنا هذا هي تطمينات ووعود من المسؤولين، روحكم مساكنين وجدوا صوار تاعكم نسمعوا بصراعات. هذا ثاني سبب ثاني تاعو هو العفن اللي موجود على مستوى مجلس بلدية بئر العرش. رانا نشوفوا نشاهدوا في الممثلين تاع البلدية يصوروا فينا وكأنه الأمر لا يعنيهم، يعني غير رئيس بلدية، هم مشتركين في المس. أنا سكان بئر العرش أصليين، يعني نورمالمون احنا الأولين المستفادين. احنا القائمة هذه دارت، نروحوا للدائرة يقولوا لنا القائمة دارت، نروحوا للولاية يقولوا لنا القائمة دارت، نجيو هنا يقولوا لنا القائمة ما كانش، راهي قائمة وهمية. كنا نروحوا للدائرة يطمنونا بالواحد يقول لك هكاي روح تروح برك. قعدنا 7 سنين وحنا ندورو، الاخر منا ساكن في شامبرا، الاخر منا ساكن في شامبرا 3 4 دراري فوق كتافو، الاخر منا يطير له نهار في السمانه ما يروحش ما عندوش وين يرقد. شوف نضيف كلمه برك، راني نشوف الدائره هذه راهم يعاملوا فيها على اساس وانها قريه ماهيش حتى بلديه. هذا مكان دائره تاعنا راهي محقوره في شتى المجالات، في كل مجال ما كاين والو، سبيطار مازلنا تابعين للعلمة ما كاين والو. المهم البلدية تاعنا هذه راهم على أساس قرية ماهيش حتى بلدية، دائرة يعاملوا فينا على أساس. احنا دوك رانا نطالبوا بحقنا باه يولي لنا، هذه هي نطالبوا بال50 تاعنا تولي لنا وال200 إذا كان ممكن. رئيس الوالي تاع ولاية سطيف يشوف لنا ويرجع لنا حقنا. السكنة هذه عندنا رانا 7 سنين وحنا موعدين بها باللي راكم اديتوا السكنه، راكم اديتوا السكنه. كاينين بعض الاشخاص مساكن ما عندوش با يكري، يروح يكري يقول يروح شاف الدائره ولا رئيس البلديه يقول له اي السنه بربي ان شاء الله نفريوها السنه نفري. الراجل هذا يخبي دراهم ويقول لك انا نسلك بهم السكنه. نحن الشعب، نحن السلطه، نطلبكم نامركم بتسوية ملفاتنا، نبحث عن مطالب مشروع، نحوس السكن التساهمي هذا أن حقنا يرجع لنا. ما عندنا حق لا في سكن اجتماعي، لا في سكن عدل، لا في سكن تساهمي. رانا في بلدية محترمة، الناس تاعها محترمين، ماناش حابين نديروا العنف، ماناش حابين نديروا المشاكل، رانا مسالمين. هذا الأقنعة هذه درناهم على جال العفن اللي صار هنا في المجلس الشعبي البلدي في كل المجالات، راهو مش غير في السكن. وحنا رانا نطالبوا سيادة الوالي ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية باش يشوف لينا. رانا نضرينا الشعب، راهو نضر، راهو نضر فوق اللازم. طرقنا البيبان الكل، لحقنا الدائرة، لحقنا البلدية. احنا الوحيد اللي وقف معنا شاف دائرة، الوحيد اللي وقف معنا شاف دائرة وجديد. لحقنا الولاية وكأنه جيناهم من كوكب آخر. لحقنا البلدية، البلدية هنا رئيس دائرة يقول لك والله ما تسعى القائمة. نحكيو مع المير القديم يقول لك والله غير كاينة والتيرة واجدة، نحكيو مع لي زونتربرونور قال لك كاينة. حنا نطالب أن الحصة تاعنا هذه ترجع لنا، ما نحبين حتى واحد يركب الموجة هذه، لا حملة انتخابية أو فساد أو تخريب. نحن نبحث وليست وراءنا أيادي خارجية، أيادي نظيفة. راسلنا حتى السلطات الولائية فيما يخص هذه القضية، لأن هذا البرنامج اللي سطروه المسؤولين اللي كانوا قبلي هو مشروع وهمي لا علاقة له بالصحة. قمنا بإعادة يعني لا ريفيزيون تاع
البدو وين اليوم عندنا البوس أ اللي فيه يعني وعاء عقاري معتبر، ومؤخرا راه جانا قرار تخصيص 400 مسكن عدل أسيريمو باردون أسيريمو، ورانا كمسؤولين وحنا يهمنا هذا البرنامج.